أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السادس في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سنتناولها خلال الأسبوع العاشر من وحدة أنا مبدع كتاب أصدقاء العربية الطور الثاني، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أذكر أعزائي الطلاب بالمفهوم الرئيسي المتصل بهذه الوحدة وهو الإبداع، وقلت لكم أن جميعكم مبدعين بناحية من النواحي، فمنكم من هو مبدع بالرسم، ومنكم من هو مبدع بالكتابة، ومنكم من هو مبدع بالإلقاء أو التمثيل. هذا ما ستضيفونه خلال تأدية المهام المطلوبة أثناء دراسة موضوعات هذه الوحدة، تحديدا الدرس العاشر جبيرة ساندرا. أما عبارة البحث والاستقصاء فهي: يسهم الإبداع بإيصال رسائل تشمل الحقوق والقوانين في المجتمع. الدرس الأول الذي سنتناوله خلال هذا الأسبوع هو قراءة وتحليل وتوضيح معاني الدرس العاشر في الكتاب صفحة 70، وهو بعنوان جبيرة ساندرا. إذن في البداية نقوم بقراءة هذا الدرس والتعرف إلى الفكرة الموجودة فيه، ثم نتعرف إلى أبرز المعاني الجديدة، ثم نستخدمها ونوظفها في جملنا، ونحلل هذا الدرس من خلال أفكاره وعناصره، ثم نقوم بحل أسئلة تبين فهم المقروء المرتبطة بهذا الدرس. فمثلا الفقرة الأولى: كانت ساندرا تلعب مع زميلاتها في المدرسة عندما تعثرت وكسرت قدمها. عالج الطبيب ساندرا ووضع لها جبيرة على قدمها، ونصحها أن تستريح في الفراش وتستند إلى العكاز إن أرادت المشي، على أن تراجعه بعد 3 أسابيع ليفك الجبيرة. إذن ماذا كانت تفعل ساندرا في المدرسة؟ كانت تلعب مع زميلاتها. ماذا حدث معها؟ تعثرت وكسرت قدمها. ربما تبدو كلمة تعثرت هي كلمة جديدة، لذلك سنضع تحتها خط، وتعثرت بمعنى وقعت. إذن سنستخدمها في تركيبنا أو في جمل مفيدة. بماذا نصح الطبيب ساندرا؟ نصحها أن تستريح في الفراش وتستند إلى العكاز إن أرادت المشي. متى يمكن أن تراجع؟ لاحظ أن متى هي للزمان، بعد 3 أسابيع. لماذا؟ لتفك الجبيرة. إذن هذه هي الأسئلة المتصلة بالفقرة الأولى، وهكذا سيكون بالفقرة الثانية والثالثة. كما سنستخرج أيضا بعض القضايا اللغوية المتصلة بالدرس، فمثلا قد نستخرج الشمسية، القمرية، حرف، اسم، فعل، إلى غير ذلك من القضايا قمنا بشرحها سابقا. لاحظ عزيزي الطالب هنا التدريب متصل بموضوعات الدرس، فمثلا ساندرا تعثرت ووقعت، أين الصورة التي تدل على هذا الحدث؟ تعثرت. الطبيب يعالج ساندرا، أين الصورة التي تدل عليها؟ ساندرا تنام في الفراش، وساندرا تستند إلى العكاز. ما الصور التي تدل على هذه الجمل؟ ستحدد كل واحدة وتكتبها أسفل الصورة. كما سنقوم بشرح الفرق بين جمع المؤنث السالم وجمع التكسير، فزميلة جمعها زميلات، أما برنامج جمعه برامج. ما الفرق بين هذا وهذا؟ سنتحدث عنه أيضا خلال الحصة. أيضا سنقوم بشرح الحروف المتشابهة، تحديدا هنا حرف الدال والطاء والضاد، وسنستخدمها أيضا. فمثلا قد أكتب لك كلمة طارق وستضع لي الحرف الناقص، وسنتحدث أيضا عن المشاعر. فماذا تقول إذا كنت فرحا؟ ماذا تقول إذا كنت حزين؟ إذا كنت خائف؟ إذا كنت تشعر بالألم أو الملل؟ هذه الوجوه ستعبر عنها أنت عند تأدية المهام، وعندما أذكر لك بعض المواقف ستقوم بالتمثيل عليها وكتابة المشاعر المذكورة. أذكر أعزائي الطلاب بضرورة تأدية المهام المطلوبة في منصة أقرأ بالعربية، فحيث ترسل لكم مهام أسبوعية هي أوراق عمل وقصص قصيرة لابد أن تقرأها لتقوي مهارة القراءة والتحليل لديك. هذه هي أبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني. أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة
أشكر استماعكم، طبتم وطاب نهاركم، بكل أمل وخير.